بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وافتح علينا فتوح العارفين بك وفهمنا مرادك من كتابك يا أرحم الراحمين، واجعله لنا هدى واجعلنا من المتقين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين. قال تعالى في سورة البقرة: فإذا بلغن أجلهن، يعني بعد وفاة أزواجهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. بعد 4 شهور و10 أيام، في الفترة دي المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بعد زوجها، وذلك استبراء لرحمها أو تحصرا على الزوج أو تعبدا لله. ولذلك مش هنعرف نفك بين الثلاثة دول. واحد يقول لي طيب ما هي ست كبيرة، أقول له يبقى تعبد لله، وإذا كانت ست صغيرة يبقى استبراء للرحم. طب ما استبراء الرحم بيتم بشهر واحد، أقول له والباقي تعبد لله، وهكذا. كل ما يقول لي هجاوبه بواحد إيه من الثلاثة دي: التحصر على الزوج واستبراء الرحم والتعبد لله. لما باجي هنا بقى في التعبد لله كأني سديت عليك الطريق، فأنا أعرف أتكلم بعد كده في إيه. ده حاجة بتاعت ربنا، إذن ملهاش مفهوم معقول يعني نقعد نجادل فيه ونقول وانت ليك رأي وانا ليا رأي واحنا الاتنين لينا رأي. ما ينفعش. في مساحة فيها اسمها العبادة لله، هو كده سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب 4 شهور و10 أيام تقضيهم المرء، قضيته وعرفنا نحسبهم ازاي، نعد من يوم الوفاة إلى يوم الوفاة من الايه الشهر اللي بعديه. طب افرض الشهر ناقص، قال لي لا ليا دعوة بناقص ولا ليا دعوة بكامل، اللي ناقص ناقص واللي كامل كامل. مات 13 رجب، تقول من 13 ل 13 شعبان، ل 13 رمضان، ل 13 شوال، ل 13 القعد. طب افرض رمضان ناقص 29 يوم، ما هو شهر. طب افرض شعبان كامل 30 يوم، ما هو شهر. ماليش دعوة بشهر كامل او ناقص، عد الشهور بس عدد كده. والعشر ايام الاخيرة احسب من يوم 13، لان يوم 13 ده هو بداية العشر، فتقول 13 وتعد لغاية ما تلاقي روحك في 22. أذن المغرب انتهى يوم 22. هو يوم 22 ده بيبدأ امتى؟ بيبدأ من مغرب يوم 21، بيبدأ من مغرب يوم 21. ولذلك احنا لما بنشوف الرؤية ونقول بكرة رمضان، بيبقى دي ليلة من ليالي رمضان، ونلاقي الشيخ في المسجد قام بالناس التراويح. الله، ده احنا لسه ما دخلناش في رمضان ولا صمناش، لانه اصله رمضان بيدخل بالمغرب، ده مغرب الليلة اللي بنشوف فيها الرؤية. فلو رأينا الهلال قلنا احنا بقينا دلوقتي في رمضان. يبقى اذن هذا اليوم الاول بينتهي امتى بتاع رمضان؟ لما المغرب يأذن وناكل، يبقى كده اليوم تم. تم ليه بقى؟ لانه من المغرب بتاع امبارح. ففي يوم 22 اللي قلنا عليه ده، اول ما يأذن المغرب انتهت العد. تروح تعمل ايه بقى؟ قالت انا عايز اتجوز. محدش فيكم بقى يقول لها يا ست عيب، ده جوزك لسه ميت، لانه مش عيب، لانها تطالب بحق قرره لها رب العالمين، فعيب عليك انت انك تقول لها كده. بس سلو بلدنا انها تقعد لها 2 3 4 لغايه ما تطق من جنبات. لا،
سلو بلدنا ده غلط. اللي صح اللي قاله ربنا، علشان هو يعلم الخلق ويعلم اللي في قلبك ويعلم مخك اللي متركب غلط، عارف كل حاجة سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء ظاهر باطن. فراح ليه؟ فإذا بلغنا أجلهن، وجه يوم 22 يعني المثال اللي ضربناه، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. بتقول لك أنا عايز أتجوز، وإنت وليها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها أو كذا إلى آخره، ما تمنعهاش من الزواج. طب مش تتحصري على جوزك شوية؟ اتحصرت بما فيه الكفاية، 4 شهور و10 أيام، يعني الراجل معاها دي له 30 سنة وما يكفوش إلا 4 شهور و10 أيام. طب ما هي كانت معاها 30 سنة ولما ماتت اتجوز في السبوع، ايه علاقة ده؟ ده ربنا اللي اباح هذا، فالمباح مباح. الله، هو الراجل ملوش عدة؟ قال لك لا، الراجل ملوش عدة. الراجل تموت مراته النهاردة وميجوز له ان يتزوج غدا. وهو ده بقى اللي بنقوله ان سيدنا رسول الله قال في الحداد انه 3 ايام اختشي، يعني هو انت تموت النهاردة الست تيجي متجوز بكرة تعمل الفرح بكرة والناس حزنانة؟ اهو ده اللي عيه. شوف التكاليف جاية على الراجل اكتر ازاي. وربنا ما قالش هنا حاجة عن الراجل، سابها للعرف. طيب امتى الراجل له تربص؟ قلناها قبل كده، اسمها فترة التربص. هو ملوش عدة لكن ممكن يتربص هو التاني، لما يكون متزوج اخت بنت يعني وطلقها واراد ان يتزوج اختها، ولا يجوز له ان يجمع بين الاختين، فلازم يستنى عدة مراته اللي طلقها دي منه اللي هي 3 قروء علشان ينفع يتجوز اختها او عمتها او خالتها. طب يبقى هو استنى، اهو راجل متجوز 4 وطلق 1، ما ينفعش يتجوز 1 مكانها الا بعد فترة التربص. وسميناها تربص من الآية دي، ان اللي بيعد سميناها عدة لانها بتعد، سميناها تربص لانه. طب وما نسميهاش ليه عدة الرجل؟ قال لا عيب، خلي العدة دي للستات وخلي التربص ده للرجالة، عندهم ذوق الفقهاء، عندهم ذوق هما بيتكلموا. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.